السلام عليكم، برحب فيكم في مساق السمارت جريدز. انا الدكتور حاتم العايدي، داخل في المساق لاكمل دور الدكتور محمد طه الاسطل. هو بدأ المساق وحينهي المساق معكم. انا في اربع موضوعات حدخل عليها. اول موضوع الهيتروجينيتي اوف سمارت جريدز، الموضوع الثاني حتكلم عنه الداينامكس اوف سمارت جريدز، والثالث موديلنج اوف سمارت جريدز، والموضوع الرابع الكنترول اوف سمارت جريدز. هذا حيكون معنا معكم انا خلال يمكن من 4 لـ 5 أسابيع في هذا المجال، وبرجع الدكتور محمد بكمل بقية المساق. بس احنا حنتكلم اليوم عندنا في الهيتروجينيتي اوف سمارت جريد. يعني ايش معنى هيتروجينيوس؟ هيتروجينيوس اللي هي بنتكلم على الهايبريد سيستم اللي فيه اكثر من نوع من السيجنال، اكثر من نوع من الكمبوننتس. يعني ممكن يكون عندي الموديل تبع السيستم بنتكلم عنه موجود ككونتينيوس او ديسكريت او ممثل بيهيفير او ممثل على شكل statistics. كل هذه المواضيع هنتطرق لها اليوم او هذا الاسبوع في هذا المجال. يعني هذا الاسبوع هو عبارة عن باك جراوند، ليش احنا بنتكلم على السمارت جريدز، كيف بدنا نعمل موديلنج للسمارت جريدز، ايش السوفت وير اللي ممكن نستخدمه لنشتغل على السمارت جريدز. هذه هي الموضوعات اللي حنتكلم عنها هذا الاسبوع، وان شاء الله نضلنا ماشيين معكم في هذا المجال. اليونت هذه او تشابتر هذا حنتكلم على الترانس ديسبلينري في سمارت جريدز، هاو تو مات تو موديل هيتروجينيوس سيستم، هاو نوت تو موديل ذا هيتروجينيوس سيستمز، مودولار مودلز، مونوليتيك مودلز، كو سيميليشن، يوز كيس كو سيميليشن، باور فاكتوري اند اذر سيستمز، باور سيستمز تولز. بنيجي لما نطلع يمكن عبر السنوات اخر 120 سنة تقريبا ما صارش تغيير كبير في مجال الباور. عادة يمكن احنا وضع استثنائي في غزة، بس بقية العالم الناس بتفكرش في اي شيء في الكهرباء، بتروح بتضوي بتشغل كل شيء ماشي تمام، يعني فيش اي عندهم اي اشكالية. الكهرباء جاية 24 ساعة، الكهرباء بوضع جيد، الشبكات منتظمة، العالم ماشي يعني بكل أريحية. الآن آخر فترة يمكن آخر إذا بنطلع عليها صار إن العالم متوجه نحو إنه يروح لجرين إلكتريسيتي، لأنه عادة في عندنا مشكلة على مستوى العالم اللي بيسموها الجرين جاسز أو احيانا بسموها الاوزون لاير، وكيف انه حرارة الارض بترتفع. يعني حاليا البروجيكشن لحرارة الارض ترتفع 4 درجات بحلول عام 2050. الان هذا بولد كوارث كبيرة على سطح الارض. لهذا السبب التوجه العالمي نحو عكس هذه الدائرة. عكسها كيف؟ يعني يمكن لما نيجي نطلع على قطاع الطاقة بنلاقي الترانسبورتيشن والبيلدينج والاندستري موزع عليهم. الترانسبورتيشن بتاخد تقريبا 25، البيلدينج بتاخد 20، والاندستري بتاخد 55% من استهلاك الطاقة في العالم. الآن الكهرباء هي للجميع حاليا مصدر رئيسي في هذا المجال. لهذا لازم نفكر كيف نروح جرين، كيف نعمل السيستم تبعنا مور افيشنت ومور ريزيلينت، يعني عند الكوارث او عند الاوضاع الصعبة ان يضل قائم. وهذه برضو بحط علينا متطلبات، ايش هي؟ انه السيستم تبعنا يبقى ترانسبيرنت، في شفافية عالية، ريلايبل انه بتعتمد عليه، ستيبل، وفي نفس الوقت افوردبل يعني بيقدر الناس تشتغل عليه. الان في التوجه العالمي في عندنا حاجتين جداد في العالم، ايش هم؟ دخلوا على الخط اونلاين انرجي تريدنج، يعني الناس صارت تبيع وتشتري
طاقة كهربائية أو كهرباء أونلاين. يعني وهذا طبعا اللي أدى لهذا المجال، دخول الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، غيرها من أنواع الطاقة، البايوماس. كل هذا دخل علينا مصادر طاقة جديدة ولاعبين جدد في هذا المجال. الآن لاعب ثاني، السيارات الكهربائية. في العالم بدأ التوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية، وهذا بقلل العادم اللي طالع من السيارات. هذا برضو بحط يعني جزء كبير على أو ضغط كبير على الشبكات، لأنه هذه بدها تزود السيارات بطاقة كهربائية بشكل سريع. هذا واحد. اثنين، بدأ السيارات هذه إلها فترات، يعني بدهاش. عادة في طريقتين لشحن السيارة، طريقة سريعة وطريقة بطيئة. الآن الطريقة السريعة حتستهلك طاقة كبيرة في فترة صغيرة، يعني حتعمل برضو ضغط أكثر على الشبكة. لهذا السبب إنه صار عندنا توجه عالميا إنه نروح في اتجاه مختلف عن العالم، يعني يروح العالم في اتجاه مختلف. الآن عندنا 3 طبقات بنقدر نتكلم عليها لأي انرجي سيستم، عشان لازم نحدد اشي على اساس كيف نعرف نتحرك فيه. الـ3 طبقات بنبدأ اول في الفيزيكال باور، في الفيزيكس او الباتوم لاير اللي هي الفيزيكال باور سيستم. بنتكلم على جينيريشن، الديستريبيوشن، اليوز اند ستورج اوف انرجي، وبرضه بنتكلم في نفس الوقت على تولز فور سيستم اوبريشن امبروفمنت اند انفايرمنتال امباكت ريدكشن. هذا يعني الحاجه الفيزيكال القائمه. النكست لاير بنسميها الانرجي مانجمنت سيستم اللي هي الانتليجنس. هذه انشورز الريلايبيليتي اند سكيورتي اوف ذا سبلاي تو كونفيجر ذا سيستم اند تو كيب ذا كواليتي اوف سيرفيس. يعني انا مش بس بدي طاقه كهربائيه اي كلام، لا، بدي اياها شغاله في نفس الوقت بجوده عاليه. الان بيجي الطبقه العليا اللي هاي، نتكلم على السوشيو تكنيك سيستم اوف بروزومرز. بروزومرز نتكلم على ايش؟ انه المستهلك بطل مستهلك، خط يعني اللي عندي اول في السيستمز اللي فاتوا، نتكلم على يوني دايركشنال، يعني انت كمستهلك لك اتجاه واحد، انك بتسحب كهرباء من الشبكة. الان اللي بنتكلم عنه انت بطلت تسحب من الشبكة، صرت برضو تعطي الشبكة. يعني كيف؟ لو انا عندي سيارة ومخزن فيها، يعني شحنتها ومشحونة على الكهرباء، الآن هذه لو صار ضغط على الشبكة ممكن استخدمها كمصدر لتزويد الشبكة بالكهرباء. الآن لو عندي مصدر طاقة شمسية أو مصدر طاقة رياح أو مصدر طاقة مدعومة بالبايوماس، أنا بقدر أزود الشبكة في هذه في الكهرباء وقت ما يصير عليها ضغط. يعني صار عندها لاعبين جدد من الناس والمؤسسات دخلت في هذا الملعب. الآن هذا الهدف تبعها optimizing economical operation، يعني بدها تربح وبدها تعمل generation لماني، يعني بدها تولد دخل إلها. environmental effects، في ناس بدها تساعد تحد من الضرر البيئي. وفي نفس الوقت ايش هاي؟ providing consumers with a choice option، يعني الزبون صار يختار من وين بدي يشتري كهربته. الان needed diverse set of disciplines لهذا المجال محتاجين، يعني هذا المجال بيعتمدش بس على مهندسين الكهرباء، بيعتمدش على خريجين علوم الحاسوب ولا خريجين مهندسين التحكم، وبدك ناس بتفهم في البوليسي ميكرز، يعني هذول لهم دخل بالقانون وصنع القرار، وبدك ناس رياضيات، يعني في الأحرى كل هذول بدهم يتعاونوا عشان يولدوا مودلز أو يعملوا جينيريشن لمودلز يقدروا يستخدموها ويشتغلوا عليها. يمكن قبل أسبوعين حصلت شيء مش طبيعي في تكساس، يعني تكساس ولاية في أمريكا موجودة في المنطقة اللي حصل فيها، هي منطقة دالاس فورت وورث هيوستن اريا.
هذه المنطقة فيها كثافة سكانية عالية. الآن قطاع الطاقة مرتبط بشبكة سمارت جريدز الآن الموجود فيها، في عندهم تقريبا 40% من مصادر الطاقة الموجودة هناك موجودة من طاقة متجددة، وهذه شركات جديدة دخلت على الخط، هي بتتاجر في الطاقة، بتبيع للناس وبتشتري منهم. فالآن اللي حصل التالي، انه اجت لهم موجة برد شديد جدا ونزلت ثلوج في المناطق اللي عندهم. الآن بعض من هذه المؤسسة الشركات، او خلينا نقول المولدات الموجودة، توقفت عن العمل. الآن الناس كلها بدها تشغل الدفايات او الاير كونديشنينج عشان تدفي حالها، فهذا عمل ضغط كبير على الشبكة. الآن الزباين عندهم نوعين من الخيارات، كان فيكس برايسز يعني السعر مربوط بغض النظر قديش طلبوا، ناس عملوها ايش لهم كان variable برايسز يعني بيعتمد السعر على الطلب. هذا ايش بيسوي؟ يعني لو فيش طلب على الكهرباء بياخذ سعر منخفض جدا. وهذول في اخر الفترات يعني كانوا هم عندهم ميزة، يعني بياخذوا بيشتروا كهرباء برخيص كثير. الان في سياسات اخرى وفي حاجات تانية يعني بنحكي فيها في المساق لاحقا، بس هذه احدى الشغلات الموجودة. الان خلال هذه الازمة سعر الكهرباء زاد بشكل جنوني، لانه زي الشبكة نزلت، يعني زي عندنا انقطعت الكهرباء معناته، وصار سعر الكهرباء الموجودة غالي. عادة لما نيجي نطلع على سعر الكهرباء في امريكا تقريبا 9 سنت الكيلو وات اور، يعني 9 سنت تقريبا يعني اقل من السعر اللي عندنا احنا السعر اللي بندفعه لشركة الكهرباء تقريبا نص شيكل، هم 39 اجورة، يعني اقل من عندنا بشوية في هذا. الان قديش صار سعر الكيلو وات اور خلال هذه الازمة؟ 9 دولارات. فناس اجت لهم فواتير في هالاربع العاصفة هذه استمرت 5 ايام، في ال5 ايام كانت فاترتهم 16752 دولار، اجت فاتورة لشخص، فبيجي بيحكي وبيشكي، يعني قال لك هذا تحويشة العمر عندي راحت في فاتورة 5 ايام كهرباء لاني سبت لمبة شغالة. واحد تاني اجى بيقول لك انا فاتورتي اجت 6500 في ال5 ايام، انا في الشهر بدفع 80 دولار. يعني هذه فواتير جنونية. الان هذه اسعار فلتت، يعني زي ما بقولها فلتت، فلازم وضع نظام حماية في هذا المجال في اللي بنحكي فيه، يعني على هذا الشغل. الان لما بدي اتكلم how to model heterogeneous system. الheterogeneous يعني ايش بنتكلم فيه؟ hybrid. الهايبريد انه نظام مختلط، وهذا حتكلم فيه بعد البريك ان شاء الله. يعطيكم العافية في هذه الآن، وبنرجع بعد شوية.